السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا الكرام، من جديد عدنا إليكم من مقر شركة أش إي سويل بيزنيز الممثل الحصري والوحيد لعلامات فورتيفر بالمغرب. فورتيفر علامة ديال الطرز، ماكينة الطرز بالكمبيوتر. بعدا جيناكم بهذا الفيديو هذا ديال الماكينة ديال 12 راس، 12 راس طرز رباطي وكترفيل، يعني طرز وكوردون كي كتشوفوا. ماكينة كل راس، هذا كتسمى راس واحد، يعني كل راس فيه راس ديال الطرز اللي هو اللي على اليسار وراس ديال الكترفيل اللي هو على اليمين. ان شاء الله اليوم غندير لكم هذا الفيديو تعريفي على هذه الماكينه. هذه الماكينه كي كتشوفوها تبارك الله ماكينه كبيره كبيره بزاف، يعني تقريبا فيها 7 متر و 38، قلت 7 متر و 40 على 2 متر و 38، 2 متر و 40 تقريبا، كنقولوا 7 متر و 40 على 2 متر و 40. هذا هو البانو ديالها، البانو ديال الخدمه ديالها تقريبا البانو داهاو كي كتشوفوا، ها هي داهاو. يعني الشركه الوحيده والاحسن في العالم اللي كتصنع الكمبيوتر ديال الماكينه ديال الطرز. سي طارق، ممكن تعطينا واحد اللوحه التعريفيه على هذه الماكينه؟ هذه الماكينه 12 راس طرز كوردون، كتكون ماشي طاكسي، هذه كتكون ماشي طاكسي، كتكون تدورك مانيال، وهذه زايده بزاف ديال لي زوبسيون. واش نعرفوا على اللوحه؟ مثلا هذه مثلا كنخرجوا مثلا كنجيو هنا نحيدوا الزواقه، بغينا نرجعوا الزواقه ديالنا نرجعوا بحال هكا، هنا كنحركوا المرمى على اليمين على اليسار، ملي كندويو على هذا الاكرون، مثلا هادو السهومه ديال المرمى، هنا كنزيدوا السرعه، هنا مثلا هادو ديال ليبيري ما كاين واحد من جوج حتى لتسعود، هنا هادي ملي كنركو هنا هنا كنلقاو الكوردون ديما كنخدمو برقم جوج، هنا مثلا هنا كيكون المقص، هنا ديال ليبيري، هنا كنقلبو الزواقة، هنا ديال الاوتوماتيك، هنا مثلا ديال نزيدو في الخوا شوية ولا بسرعة، هنا مثلا كاين لالون، كاين لي باغاميتر، هنا كاين ديال الزواقات. هادي مثلا هوم كنرجعو لبوان ديبار، هادي كنرجعو لبلاصة فين كنكملو. إذا هادي لوحة تعريفية خفيفة على البانو ديال الماكينة ديال 12 راس، كي كتشوفو بانو جديد، يعني حاجة مزيانة، وكنقولو ديال داهاو، يعني داهاو يعني الشركة الانترناسيونال اللي كتصنع الكمبيوتر ديال الماكينة ديال الطرز. إذا نرجعو نديرو شوية على الماكينة، الماكينة كي كتشوفوها راه هي فورتيفر 12 راس، بالنسبة للماك الكبار كيكون فيهم 9 ديال الألوان. كتشوفوا يعني 9 الوان في الراس هما، والراس ديال الكوردون كيكون فيه 3 طونسيون، يعني كتشوف غير دير 3 الوان على قبل السبيبي الى اخره. اذا الماكينه هي هذه 12 راس، السرعه ديالها كتمشي حتى ل 1200 غرزه في الدقيقه، السرعه ديالها كبيره، والطرز اللي كدير هو هذا تقريبا. كتشوفوا الطرز الرباطي والطرز ديال الكترفيل، ممكن تدخل الكترفيل على الرباطي الى اخره. 12 راس خدمنا في طريق الماكينه، سمعوا الصوت ديال الماكينه. بعد ما شفتوا الماكينه خدامه وسمعنا الصوت ديالها، يعني صوت سيلونس سيرفو موتور دوبل كام، سرعة كبيرة 1200، مكاينش صداع حتى كونسوماسيون ديال الضو مكايناش. غنحاولو نوريكم يعني تحت الماكينة، غتشوفو بأن الساسي راه غوبيست، يعني هو كبير بزاف كي كتشوفو، غنبداو من لهيه وغتشوفوه كان بأن الساسي تبارك الله كبير. بقاو معنا باش نوريكم الساسي. كي كتلاحظو هاد السكة غادا طويلة مع الماكينة، يعني كتجي الماكينة الطبلة كاع اللي من هنا مكتكونش، هادي اللي من السكة لاكوش ما كتكونش راكبة في الماكينة، كتجي مديمونطيها، حنا اللي كنمونطيها، ولكن داكشي ما عندوش علاقة لا بالماطر لا بالكراوي، فقط ميكانيكمو، يعني كتبقى الجودة ديال الماكينة 100%، يعني إعدادات للمصنع، ما كتقاس لا كراوة لا موطور لا والو. إذا هنا كنمونطيوها وكدير هاد السكة هادي، كتجي مع الماكينة كتبان بحالا ماكينة كومبلي. بالنسبة للبيبان الصغار، يعني الماكينة فيها 42، ملي كتنقص تقريبا واحد 90 سنتيم كتلف تقريبا 1.30 بحال هكاك، يعني الماكينة كتدخل سهلة، كتكون صعيبة في الدخول. إذا هنا فقط للاستفادة.